تحياتي. راح اشرح ايقاع الخوش رنك 17 على 8 اللي هو جزء من ايقاعات الكلاسيكيه. الايقاع هذا عدد 17 يعني مؤلف عليه موشح واحد هو موشح سلة فينا لحظة هندية من مقام الحجاز. الايقاع بذاته راح اعمله ترتيل بالاول بشكله الاساسي بعدين بنعبيه ونشرحه. الجسم الاساسي الواحد بيحاول يتذكره بالشكل هذا: دوم تا دوم 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 تا تا دوم دوم تا دوم تا دوم 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 تا تا دوم دوم تا. وعلى الرق اوكي وبشكل كامل وعم تلاحظ انه على الجنب الثاني من القسم الثاني من الايقاع فيها الفراغ هذا. احيانا في ناس بيلعبوها دم واحيانا بيلعبوها تك، يعني ما بتشكل فرق كبير بس انه فيها الخيار هذا بين الدم والتك، سو بيصير بالشكل هذا. دم تا دم 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 تا دم 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 تا، او لما بتشيلها نهائيا اوكي. سو الايقاعات هذولي يعني يجب حفظهم من الاساس بهالشكل هذا، واحد لازم يحفظ شكلهم، واللي هذا الخوش رنك. طبعا المثال اللي عليه هو مقام الحجاز موشح سله فينا اللحظه هنديه بسرعه متوسطه، مش لازم يكون كثير السرعه عاليه. سله فينا اللحظه هنديه وارانا الخد في الضيه، ما لغصن الباني مذ غنى حاملا في الروض عطرية، ما لغصن الباني مذ غنى حاملا في الروض عطرية. تمام. الاسم كمان تبع الموشح خوش رنك هو كلمتين فارسيات، خوش معناته كويس ورنك معناته لون، سو لون جميل او لون كويس يعني خوش رنك. المثال الثاني على الايقاع هذا هو موشح غصن بان ينثني هيفا من مقام الكرد، وهو بنلعب ببطء كثير يعني اكثر من السله فينا لحظه الهنديه، فلاحظ كيف بيكون شكله بطيء. غصن بان ينثني هيفا بقوام مالا ونعطفا، لو بخديه إلي دنا كنت أجني وردة الخجلي. تمام. هذا على الخوش رنك. في فرقة بتصور فرقة تونسية عزفته بالإيقاع هذا. أنا بعد تجربتي مع الإيقاع لقيت أنه ممكن تعمل نفس الإيقاع 17 ولكن تحرك الدم والتك بشكل معين بيعطيك إيقاع جديد أو شكل جديد للإيقاع مستنبط من نفس الشيء، سو بيصير بالشكل هذا. غصن بان ينثني هيفا بقوام مالا ونعطفا، لو بخديه إلي دنا كنت أجني وردة الخجلي. okay. واللقاء لحاله بشكل هذا دم هذا شكل ثاني لعد 17. الشكل الثالث كمان مستنبط لموشح بمقام الصبا، يا غزالا أصارني موثقا في يد المحن، هذا كمان إيقاع بطيء بالشكل هذا. يا غزالا أصارني موثقا في يد المحن، يا غزالا أصارني موثقا في يد المحن،
كنت خلوا من الهوى وها أنا اليوم مرتهن كنت خلوا من الهوى وها أنا اليوم مرتهن ولي قال حاله هذول اتليس يعني ثلاث اشكال مختلفه من ايقاع ال17 والمساله هون هي انه في الايقاعات التراثيه المعروفه على الاعداد هذه ولكن بالتصرف وبالاستخبار والتجربه بتشوف انه فيك تعمل من نفس الايقاعات هذه اشكال اخرى وبالمستقبل راح اعمل فيديو ثاني عن القاسم المشترك بين بعض انواع الايقاعات الطويله وانه كيف تشبه بعضها وكيف كلها بتتفرع من بعضها يعني هذا بالنسبة لإيقاع الخوشرنك أرجو أن يكون الكلام واضح والشرح واضح وأي تعليق وأي استفهام أو تساؤل على رحبي والسعة على طول يعني